طب دكتور ايه الفرق بين العضله البيضاء والعضله الحمراء برضو عشان السنه مش هنيجي الالياف البيضاء الالياف السريعه الانقباض جدا طبعا دي اهداف النهارده حاجه عظيمه جدا يعني لاعب النادي الاهلي المعار كمان ولاعب منتخب مصر. اتفضل يا دكتور. انا مش عايز ادخل في الجزء البدني ده عشان ده للناس ولكن على السريع كده نوع الالياف البيضاء اللي هو انقباضها سريع جدا لكن ما تقدرش تستمر لفتره طويله. تمام. الالياف الحمراء انقباضها بطيء شويه لكن عندها قدره تستمر. لما اجي انا اقول 100 متر لا الياف بيضاء لازم. لما اتكلم على الالعاب اللي عايزه قوم في الوزن العالي والوزن الطويل هتكلم مثلا 10000 والضاحيه وكده لا حمراء ده عايز حمراء. ده بخسار شديد. بخسار جميل. بخسار شديد جدا. تمام تمام. ولازم اصنف اللاعب انا كمدرب لازم اصنف اللعيب بتاعي شكله ايه؟ بيتعرف بسهوله. والواقع والموقع. بالظبط كده. طب ما لازم مدربين تدرس الكلام ده. اما هو احنا هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا عايزين نعمل المدرب المحترف كمان، مش بس اللعيب المحترف، هو ده اللي هيطلع لي لعيب محترف بعد كده. الحريف عنده مهاره. المحترف عنده مهاره زائد التزام. التزام ده التزام في حاجات كتير قوي بقى، مش فكره بس مواعيد التمرين، لا لا لا. يعني الفرق ما بين الحريف والمحترف هو الالتزام. إضافة على المهارة، المحترف عنده رونالدو مثلا الاثنين عندهم مهارة الاثنين عندهم مهارة واحد زي رونالدو لما تيجي تتابع كده رونالدو لا ده عنده سيستم عنده لايف سيستم كده بيعمله محدش يعرف يدخل فيه خالص هو عارف هو ايه اللي يخليه متربع على عرش كرة كده 7-8 سنين المية الغازية ما بيشربهاش كل حاجة يا باشا بيشتغل واحد محترف عارف يعني ايه نعمل دي حتى مقولاته كان ليه لقاء قريب كده قال جمل خطيرة جدا 5-6 جمل يقول لك مثلا ايه انك الناس اللي بتحبني بيساعدوني جدا ان انا ادي اداء جيد في الملعب بس الناس اللي بتكرهني بيحولوني الى شخص لا يمكن ايقافه ايه ده بقى ده الناس اللي بتكرهه هي اللي بتديله في الملعب طاقه اكبر من اللي بيحبوه ده محترف ومين اللي علمه ده ايوه ما هو اهو ده الشغل بقى يتعلمه طبعا مدربينه وده الشغل والناس النفسي اهو ده الشغل النفسي بقى يبقى انا النهارده بحول كل الطاقه اللي جايه لي السلبيه دي الى قوه دافعه هوا جامد جدا وراك تروح انت معدل نفسك الهوا ده يخليك تجري اسرع زي الطياره زي الطياره تستغل قوه الهوا انها تطير بتتحرك عكس الطيار صح عكس دايما التكوف بتاع الطيارات يبقى عكس الهوا احسن بالظبط كده اللعيب بتاعنا اللي احنا بنكلمه الكلام ده لازم انا افهم اللعيب الصغير الصور عنده اهم من الكلام والكلام زي ما سعادتك عايز اللي بيأثر في العقل فعلا والوصله اللي بين العقل وبين العضلات هي صور مش كلام بمعنى يعني مول حضرتك شجره حضرتك هتستقبل كلمة شجرة مني مش شين جيم ره ته مربوطة، لا شكل الشجرة على طول. فاللعيب لازم كل إعداده النفسي يبقى صور. أنا بجهز له صور على طول، في كل حاجة جوه الملعب أنا بجهز له صورة، حتى الحكاية اللي بحكيها له حكاية صورة. فتفضل الصورة معلقة في ذهنه باستمرار استرجاعها هيبقى سهل قوي. طب المدرب معلش يعني أنت حضرتك قلت لي معلومة حلوة جدا. الفرق بين الحريف والمحترف محترف. والالتزام، الالتزام في حاجات كتيرة. طبعا. مش بس التزام جوه الملعب بالظبط التزام خارج الملعب التزام في شخصيته وتصرفاته لا انا عايز اخش اكتر ثلاث حاجات الالتزام ايوه بالظبط كده ايه بقى الثلاث اول حاجه اداره الذات وتاني حاجه اداره الاولويات وتالت حاجه اداره العلاقات ثلاث حاجات لا اخر حاجه يا دكتور اداره العلاقات اصل مش هلعب لوحدي طب خلينا نقول الكلام اداره الذات واحده واحده اداره الذات اداره الذات هي قدراتي قد ايه واستثمرها ازاي انت عندك يا كابتن هيثم ب 10 قروش قدرات تعرف تدفع العرض تطلع ال 10 كلهم تستثمرهم واحد عنده 10 ومش عارف يستثمرهم بالظبط عنده 10 فعلا يقول يا ابني ايه ده انت مقوبتك عاليه جدا انت مشكلتك فين؟ مشكلته مثلث رغبه قدره اعتقاد بالامكانيه تاني انا عارف المعلومات كتيرة بس مستمتع جدا لا. ربنا يخليك بس انا حضرتك بتقول الكلام ده انا بترجمه على نفسي ولما كنت بلعب كلنا كده بالظبط يعني الكلام ده كنا بنعمله بس ما كناش نعرف من غير ما ناخد بالنا النهارده بقى عالم قبل ما تدرسه النهارده بقى عالم طب هو يعني اداره ذات او يعني هو دلوقتي لازم يدير ذاته بشكل جيد بس دي بتحصل فيها تفاعلات ايوه كتير. انا عندي ايه انا عندي ايه المقاومات اللي موجوده عندي وكل حاجه من دول اعرف اعملها ازاي اعرف مقاومات أطلع نفسيه أحسن ولا مقاومات فنيه نفسيه وبدنيه كل حاجه بقى كل حاله كل حاجه بالظبط كده طيب. وانا بدنيا فين بنسميه احنا كابتن هيثم مربع مفقود يعني مربع مفقود يعني عندي سقف مليان كله تمام بس فيه مربعيه واحده بس واقعه راجل اسمه دينس براجر يقول لك ان احنا طول ما احنا قاعدين بنبص في السقف غصب عننا ببص في المربع المفقود ما بعرفش ابص في الحاجات اللي عندي هو محمد صلاح مثلا جوه ال 18 في كورنر يعرف ينط يعمل هيد يجيب جون لا ما يعرفش هيقعد يعيط بقى انا قصير بس بقى محمد صلاح برافو عليك اللي هو ايه اللي هو واسبه جوه ال 18 مش زي مثلا كان فاروق جعفر فاروق جعفر كان مش طويل لكن جنبه كان عالي بيعرف يعملها
لكن صلاح لا مش عارف يعملها دي. اذا محمد صلاح كمان بمقارنه بمثلا كريستيانو رونالدو بالظبط كده ده بيتيجي يجيب الكره من اعلى نقطه. ميسي لا يعني برضه خلي بال حضرتك ايه. أيوة. يبقى اذا انا ده مربع مفقود بالنسبه لي في الملعب، الحته دي مش هعرف اعمل فيها حاجه، ادور بقى على المربعات المفتوحه بتاعتي المفتوحه السليمه الجميله بتاعتي، سريع جدا، خطواتي سريعه قوي، ما بيقدرش الخصم بتاعي يعرف انا امتى اجبرهم بالظبط، اجبرهم يعملوا معايا العب انا بطريقه اللعب دي، مقاومتي انا دي كلها الجزء بتاع اداره الذات فيما يتعلق جوه الملعب وبره الملعب. طيب الجزء الثاني اداره الاولويات. يعني اداره الاولويات يعني الانشطه بتاعتي وانا بعمل ايه كل يوم. عندي اربع باكجز في اداره الاولويات بتاعتي، عندي احلام نفسي يحصل كذا وكذا حلوه دي برضو، وعندي ادوار حاجات انا بعملها تجاه الاخرين بالظبط. لا تجاه الاخرين دوري انا دوري مع والدي مع والدتي دوري مع حتى تجاه الجامعه مع مدربي مع دراستي ده دوري كله. وعندي اهداف دي بتاعتي انا بقى اللي هي كلمه سمارت سبيسيفيك ميجربل اتشيفبل رياليستيك تايمبل. يعني مثلا انا هبسطها مثلا اقول بقى كلامي صح ولا يعني هبسطها لساده المشاهدين واقول انا دلوقتي داخل على انا كبقى واحد بختار اولوياتي. عندي النهارده مباراه نهائي وفي نفس الوقت عندي محاضره مش مهمه بالظبط. الاولويات بتاعتي بقى البريورتي دي انا الصبح المهمة. الصبح النهارده اعمل ايه؟ ممكن بعد اسبوع يبقى عندي امتحان بس عندي تمرينه عايز استشفاء. يبقى انا بدير اولوياتي عشان في الاخر هو ده كده صح؟ هو ده بالظبط كده. بس احنا في الاهداف عندنا خمس حاجات كده عشان نحول الدور والحلم الى هدف صح. اللي هم كلمه سمارت جولز نسميها. بعد كده السيستم بقى ازاي تعرف تحط اهدافك دي جوه السيستم. يعني ايه هدف جوه السيستم؟ ايه الفرق بين ان انا احب ما اعمل وان انا اعمل ما احب؟ لا اعمل ما احب ان انا ما فيش سيستم الدنيا كلها بتعمل اللي يعني بحب اي حد عايز اشرب الميه دي خلاص بالظبط كده. اي حد ممكن يعمل ما يحب، المحترف بس هو اللي يقدر يحب ما يعمل. يعني ما تيجي تقول له صلاح او رونالدو او ميسي او اي حد من الناس العظيمه دي تقول له انت يومك ازاي؟ يقول لك يومي صعب قوي. انا بصحى 5 الصبح عامل تمرينه وبعدين ادخل على الجيم وبعدين يوم صعب جدا. صحيح. هو بقى يحب ما يعمل. عشان كده مستمتع. طبعا. طبعا. هو وصل للدرجه دي، هو عارف انه عشان يبقى نجم سوبر لازم يعرف يحب ما يعمل.